في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي في المجلد الثاني الصفحة 318 يقول: لما فتحت القادسية على يدي سعد بن أبي وقاص أبلى فيها عمرو بن معد يكرب بلاء حسنا إلى أن يقول: وكان عمر بن الخطاب لعنه الله قد كتب إلى سعد يوم القادسية أن يعطي الناس على قدر ما معهم من القرآن، فقال سعد لعمرو بن معد يكرب: ما معك من القرآن؟ قال: ما معي شيء. تخيلوا. قال: إن أمير المؤمنين كتب إلي أن أعطي الناس على قدر ما معهم من القرآن، فقال عمرو: إذا قتلنا ولا يبكي لنا أحد، قالت قريش: ألا تلك المقادير؟ نعطي السوية من طعن له نفذ، ولا سوية إذ تعطى الدنانير. يعني يعترض بالبيتين الشعريين هذين، يقول: إذا قتلنا، إحنا في هذا الذي تسمونه جهادا، إذا قتلنا ولا يبكي لنا أحد، قالت قريش اللي هي دزتنا حتى إحنا نقاتل، قالت ماذا؟ قالت قريش: ألا تلك المقادير؟ وبعد هاي مقادير الله، قضاء الله وقدره، أنتم قتلتم بعد شو نسوي لكم؟ يعني نعطي السوية، إحنا من نقاتل كلنا سواء، نحن المقاتلون في أي شيء؟ في الطعن الذي له نفذ، لما نطعن ونقتل كلنا سواء، بس بعدين من يكافئون ما نعطى السوية في الدنانير. نعطي السوية من طعن له نفذ، ولا سوية إذ تعطى الدنانير. ليش ما تعطونا سوية؟ كلنا على حد سواء. قصده من هذين البيتين الاعتراض على عمر أنه يعطي من يحمل القرآن أو يحفظ شيئا من القرآن أكثر ممن يعطي مما يعطي غيره. قال: فكتب سعد بن أبي وقاص بأبياته إلى عمر، دز إلى عمر أنه شوف هذه أبيات عمرو بن معد يكرب. فكتب سعد بأبياته إلى عمر، فكتب إليه أن يعطى على مقاماته في الحرب، إنه لا بأس، خلاص اعطوه على مقاماته في الحرب وإن لم يكن معه شيء من القرآن. هذه رواية مختصرة بالمناسبة، تفصيلها تجدونها في كتاب معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لأبي الفتح العباسي في المجلد الثاني الصفحة 246. يقول: فأتاه عمرو بن معد يكرب، أتى سعد بن أبي وقاص مع عمرو بن معد يكرب، فقال به سعد: ما معك من كتاب الله؟ فقال عمرو: إني أسلمت باليمن ثم غزوت فشغلت عن حفظ القرآن. قال: ما لك في هذا المال نصيب؟ هذه أوامر عمر. وأتاه بشر بن ربيعة الخثعمي،
وصاحب جباية بشر فقال: ما معك من كتاب الله؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حافظها زين، يعني عندي من كتاب الله، عندي هالآية موجودة. يقول: فضحك القوم كما ضحكتم أنتم، إلى أن يقول: فكتب سعد إلى عمر ويترضى عنه لعنه الله بما قال لهما، لهذين الاثنين، عمرو بن معدي يكرب وبشر بن ربيعة. فكتب سعد إلى عمر بما قال لهما وما ردى عليه وبالقصيدتين، فكتب أن أعطهما على بلائهما. خلاص ما أريد قرآن، مو لازم يعرفون القرآن ولا يحفظون القرآن ولا لنا شغلة بالقرآن، أعطهما على بلائهما في الحرب بس. فأعطى لكل واحد منهما 2000 درهم. زين، أنتوا عرفتوا هذا عمرو بن معدي يكرب؟ هذا ترى الصحابي على تعبيرهم، ولا يعرف من القرآن شيئا أبدا. وفوق هذا كله كان ماذا؟ كان مشهورا بالكذب، كذاب درجة أولى مثل ما يقولون. شلون؟ بنفس المصدر، شوف شو يقول. يقول: وكان عمرو مع شجاعته ومواقفه مشهورا بالكذب. وينقل لك حادثة طريفة، يقول: فحدث المبرد قال: كانت الأشراف بالكوفة يخرجون إلى ظهرها يتناشدون الأشعار ويتحدثون ويتذاكرون أيام الناس، فوقف عمرو. طلعون، هاي عادتهم، يطلعون برا وكل واحد يقوم شنو يذكر مفاخرة يعني. فوقف عمرو ذات يوم إلى جانب خالد بن الصقع بن نهدي، فأقبل عليه يحدثه ويقول: أغرت على بني نهد. هذا نهدي من بني نهد، وعمرو بن معدي يكرب يقول: أنا أغرت عليهم ذات مرة، غارة سويت عليهم. أغرت على بني نهد فخرجوا إلى مسترعفين بخالد بن الصقعب يقدمهم، فطعنته طعنة فوقع، وضربته بالصمصامة حتى فاضت نفسه. الطريف هنا، فقال له الرجل: يا أبا ثور، هو كان اسمه أبو ثور، يا كنيته: يا أبا ثور، إن مقتولك الذي تذكره هو الذي تحدثه. شل كذب هذا، شلون يصير؟ فقال: اللهم غفرة، إنما أنت محدث فاستمع، إنما نتحدث بمثل هذا وأشباهه لنرهب هذه المعدية. يقول: إحنا نتحدث بهالكذب هذا حتى شو نسوي؟ نرهب قومنا. معدي يكرب، إنزين، لنرهب هذه المعدية، فسامحني يعني، أنا ما كنت أدري أنت هو اللي أنا أزعم أنني قتلته. يعني واحد يحب شنو؟ يحب هكذا يتفخ نفسه ويعظم من شأنه بشنو؟ بالأكاذيب، بالدعايات الباطلة. هذا عند القوم ترى، هذا سيدنا، ترى سيدنا ورضها موجودة، ويعني اللي عجبك، ويتفاخرون به. ليش؟ لأن عمر بن الخطاب كان يحبه حبا جما، أين مثله، ويعتمد عليه. هو بالفعل كان شجاع، بالفعل
يعني كان يستبسل في القتال، بس على أي صفة؟ مثل الدواعش، مثل الإرهابيين، هاي طريقته. يعني رجل أهل قتال لا يعرف لا قرآن لا سنة لا صلاة لا ما يعرف العالم، هذا ماكو، هذا بس تنطيه سيف تقول له روح أغزو أغر مكوك، بس شنو تكبير ويروح، عرفت شلون؟ ويغزو ينهب يسلب ياخذ جواري، هو هذا يعني عصابات، عصابات. هاي ترى اللي يسموها فتوحات إسلامية، ترى هذه هي الفتوحات، هاي حقيقة الفتوحات مالتهم هي هذه.